الراجل والست ايد واحدة مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد ليه دور وليه رسالة واحنا هنا في برنامجنا ضد الرجالة عفوا اشباه الرجال بنعرض معاناة الستات مع اشباه الرجال تابعوني في اللينكات اللي هتظهر والمنصات تحت الفيديو النهارده هنتكلم عن موضوع اول جزء في الحلقه هنتكلم عن ترند طلع على السوشيال ميديا كتير قوي وهو النرجسي والمتجنب الشخصيه النرجسيه والشخصيه المتجنبه في تعريف خاطئ طلع للشخصيه المتجنبه وهو ان ده شخص بيخاف ان هو يخش في علاقه عشان يخاف ان هو مشاعره تنجرح وده طبعا هنا علماء النفس آه والخبراء قالوا ان ده مفهوم خاطئ جدا اول حاجة الشخصية النرجسية خلتنا ان احنا نبعد عن اشخاص كتير قوي كويسين والشخصية التجنبية او المتجنبة خلينا آه نكمل مع ناس كتير قوي وحشين آه ونفضل صابرين عليهم طيب المتجنب المفهوم اللي اتعمل له على السوشيال ميديا هو مفهوم خاطئ طيب لان ده مش المتجنب مفيش حاجه في علم النفس اسمها المتجنب لان لو عرفناه المتجنب فده هيبقى اضطراب شخصيه والمتجنب مش اضطراب شخص مفيش حاجه اسمها اضطراب شخصيه اه تجنبيه ولو حطينا له الف ولام هنعرفه ان هو شخص بيتعامل معاك. بدون استمراريه وبدون تواصل عاطفي وبيديك حرمان عاطفي ده الشخصيه المتجنبه طيب آه هنا آه خطا بيقع فيه, فيه كتير قوي ان البنات وان احنا آه بن بنعرف آه الشخص المتجنب ان هو اضطراب شخصيه فانا مضطره اتعامل معاه واخده زي ما هو كده واحاول ان انا اتعامل معاه وافتح فيديوز على اليوتيوب او على السوشيال ميديا واشوف الشخصيه المتجنبه دي اقدر اتعامل معاها ازاي واقدر اتعامل معاه كده وده طبعا طريقه خاطئه جدا واسلوب خاطئ جدا اولا التجنب... اسمها التجنبية مش الشخصية المتجنبة لان زي ما قلنا مفيش حاجه اسمها اضطراب شخصيه متجنبه اسمها التجنبيه التجنبيه دي هي اسلوب وطريقه تعامل طريقه تعامله معاكي فيها تجنبيه قد يكون التجنبيه دي ان هو شخص مش مستعد ان هو يتجوز دلوقتي او ظروفه ما تسمحلوش قد يكون ان هو بيخونك قد يكون ان دي الطاقه اللي و وده اخرك معاه قد يكون بيلعب قد يكون ما بيحبكيش قد يكون هو شخص اساسا طبيعته كده مش ان هو تجنبي عشان انا اديله عذر ان انا ابقى معاه وان هو لما ابقى معاه هيتغير وهيحاول يتغير ولما استحمله واديله واحاول ان انا ابقى جنبه فبعد كده هيتغير ويحبني ويتعلق بيا فهعوض كل المشاعر اللي انا اتحرمت منها الفتره اللي فاتت دي في المرحله اللي جايه وطبعا مفهوم خاطئ جدا انا ليه اكون في علاقه ما بتدينيش الامان انا ليه اكون في علاقه ما فيهاش استمراريه ما فيهاش تواصل عاطفي ليه اكون في علاقه ما بتدينيش الشبع اللي انا محتاجه ليه انا اكون في علاقه طول الوقت حاسس بالجوع على امل ان الجوع ده يتعوض قدام الاصرار على اني اهتم بشخص في علاقه وهميه او ان اكون مع شخص في علاقه وهميه ده بيؤذيني انا وبيؤذي كل بنت نفسيا بتفكر بالطريقه دي ده اذيه ليكي طيب انا في علاقه مش مش جديه امشي انا مع شخص بيتجنبني امشي اوفر مشاعري ومجهودي وطاقتي لعلاقه طبيعيه وشخص مش هيتجنبني شخص بيحبني شخص عنده استعداد يكون عنده استمراريه وتواصل عاطفي معايا شخص بيديني الاشباع اللي انا محتاجاه بوجوده لان ده في الاخر هيعمل لي انا مشكله وهيعرضني لاذى نفسي كبير قوي ما تخفيش. من مجهود ترك الشخص اللي بيعاملك بتجنبيه لان مجهود بقائك معاه هيأذيكي نفسية اضعاف من الاذى النفسي اللي انت هتعانيه وانت ما تيجي تبعدي عنه ومعامله مرهقه جدا هتسيب فيكي اثار نفسيه وهتسيب فيكي جرح مش هتعرفي تدويه اسهل كتير قوي الارهاق النفسي اللي هتشوفيه في العلاقه دي اسهل بكتير قوي من الم فقدانه لو انتي في علاقه ما بتديكيش الاحساس بالامان والتواصل العاطفي وبتديكي الاستمراريه وعلاقه جديه امشي وفري وقتك ومجهودك للي يستهلك هنرجع معاكم في الجزء التاني للمشكله اللي بعدها في مشكلة جات لي من بنوتة بتقول ان هي معاها شخص بيحبها وبيهتم بيها وبيبعت لها كل يوم صباح الخير يا حبيبتي وصلتي اكلتي بيهتم بكل امورها وبكل شؤونها ولما بتحتاجه بتلاقيه جنبها واقف ظهرها بتقول انا بقيت محتارة هل ان انا اهتم بيه ولا هل ان انا اتقل عليه لان كل الفيديوز الموجودة على السوشيال ميديا بتقول ان مفتاح الراجل او مفتاح ان العلاقه دي تكمل او ان هو يفضل على طول عنده رغبه فيا ان انا اتقل عليه او باين له ان انا مش مهتمه طيب لما يكون معايا الشخص الصح اللي بيقول لي كل يوم صباح الخير يا حبيبتي وبيهتم بيا وباموري وبشؤوني لما يحس بعدم اهتمام مني او مفيش رد فعل لتصرفاته الايجابيه الجميله اكيد هيحس ان العلاقه دي فيها حاجه غلط كده يحس ان العلاقه دي غير متزنه عشان كده بنلاقي حالات كتير قوي من ستات متجوزه ويرجع يق... ترجع تقول آه هي ما بتهتمش بيه وطبعا هي فاهمه ان ده صح ونرجع نقول ان, ان هو راح لواحده تانية ليه عشان هي بتهتم بيه وبتاخد بالها منه انت معاكي راجل بيحب الاهتمام بطريقتك دي هو هيطفش دي طريقه اسمها طريقه تطفيش او طريقه هروب هيهرب منك ويروح لغيرك هيروح للي بتهتم بيه لو في حد بيهتم بيكي لازم تهتمي بيه وتحافظي عليه وتديله من طاقتك وتديله من وقتك وتديله من مجهودك ومن احساسك انا مش محتاجه العب جيمز مع الشخص وشد وجزم واهتم لا ما تهتمش لو ما فيش حد بيهتم بيا بيه امشي لو ما فيش حد انا في علاقه شخص ما بيهتمش بيا امشي على طول لكن مش هقعد العب جيمز معاك واقعد اشحت منك الاهتمام ده, ده, ده دي كده اي بي سي علاقات سيبنا من كل الفيديوز اللي على السوشيال ميديا واتقال ده بيبقى في حالات معينه ولازم الجا لمتخصص عشان يناسب الحاله اللي انا موجوده فيها طيب بالنسبه للاهتمام لما انا لسه مش على ذمتك وانت بعاني من عدد الاهتمام من من عدد سؤالك عليا من عدم وجودك معايا من عدم اهتمامك بشؤوني وبتفاصيلي طيب اما نبقى في بيت واحد بقى وقايمين نايمين مع بعض وموجودين مع بعض هيحصل ايه؟ تخيل كده هتبقى كارثة طبعاً طيب ما فيهاش حاجة اننا نتعب شوية عشان نوصل لزوج المستقبل اللي هيكون الامان، اللي هيكون السند، اللي هيهتم، اللي هيدي، اللي, اللي هيكون في ظهري لما احتاجه اللي بيهتم بتفاصيلي لانه حابب يهتم بتفاصيلي الوصول لزوج المستقبل محتاج تعب وصدقوني يستاهل الرحله مش قصيره الرحله طويله وتستاهل ان انا اتعرف على ناس كتير وحشه واتعلم واقع واقوم واشوف شخص وحش وشخص حلو لغايه ما ألاقي الشخص اللي روحي وقلبي يتناسب معاه اللي يسد احتياجي واشباعي العاطفي الرحله طويله الرحله مستاهلة ما تستعجليش ان انت تلاقي زوج المستقبل وتقفشي في واحد هو مش مهتم بيكي وتجبريه ان هو يهتم بيكي ما هو لو مش عايز يهتم بيكي من الاول يا ماما ما هو مش هيهتم ما هي المعادله هنا بسيطه كل يوم بتخانق معاك انت اهتم بيا ما بيهتمش اعمل عشاني ما بيعملش ده بيضايقني وبيتعمل طب احس فين ان انا في علاقه غلط ولازم امشي لما احس ان انا بعاتب على نفس الحاجه اكتر من مره وما بتتغيرش وما بتتعدلش امشي يبقى انا كده في علاقه غلط يبقى الشخص ده مش هيتغير طيب لو لقيتي الشخص الصح زي ما انتي بتقولي اهتم بيا وانا اهتميت بيه وبقت العلاقه فيها توازن يدينا زي ما انتي بتقولي وبعد كده بدا يسحب اهتمامه يبقى في حاجه من الاثنين. يا اما انتي مع الشخص الغلط زي ما قولنا يا اما انتي اهتميتي بنفسك عن عن طريقه اهتميتي الاهتمام الخاطئ ايه هو الاهتمام الخاطئ؟ ان انا اقول له اكلمه مثلا يكون تعبان بالليل يقولي انا مش قادره اتكلم النهارده معلش ممكن انام ونتكلم بكره أتقمص بقى والوي بوزي زي ما بنقول كده واقلبها نكد ان ازاي لا انت كده في ايه وانت ازاي تعمل كده وازاي تنام من غير ما تكلمني يا ماما هو تعبان دي اسمها الاهتمام الغلط لما انا كل شويه اقعد اقول له هتيجي تتقدم لي امتى هنتجوز امتى ده اسمه الاهتمام الغلط انت كده بتهتمي بنفسك برضو باللي انت عايزاه عن طريقه لما تعوزي تطلبي حاجه من الراجل وده الاساس بقى هنا ومربط الفرس زي ما بنقول اطلبيها بالطريقه الانثويه الاسلوب بيختلف بمعنى ايه لما تتيجي تطلبي حاجه من الراجل اطلبيها منه بانوثه اطلبيها منه بالطريقه اللي يخجل ان هو يقول لا او يخجل ان هو ما يعملهاش او يخاف على زعلك الانوثه هنا اللي احنا بنفتقدها في طريقه طلبنا للحاجه من الراجل اللي هي بتاثر فيه جدا وتخليه يعملك كل اللي انت عايزاه بتوقعنا هنا في حته الاهتمام الخاطئ يعني خلينا نقول هضرب لكم مثلاً لما يجي راجل يطلب مني ان انا اعمل حاجه ودي عكس اللي انا بعمله او مش اللي انا متعوده اعمله ما ينفعش أتنازل بطريقه طيب اوكي خلاص هعملها لو ده اللي هيريحك لا طالما ده هيريحك يا حبيبي فانا هعمله عشانك لازم توصلي له رساله ان انت بتعملي الشيء ده مع ان ده عكس اللي انت عايزاه عشانه لازم يحس بضيق قوي وتتقال بالطريقه دي وبتون هادي كده تبقى انت بتتنازلي بانوثه كده تنازلك يبقى جاي من فوق قوي يبقى انت ما ما تنزلتيش وانت منكسرة وضعيفه ومغلوبه على امرك راجل ما بيحبش الست المنكسرة والضعيفة المغلوبة على امره انتي بنفس الطريقة كنتي منكسرة وضعيفة ومغلوبة على امرك بس بحب بقنوسة بدلع حاسة ان هو معاه ست له اللي هو عايزه من غير حتى مجهود منه وتنزلت بس اتنازلنا بقنوسة تمام؟ في حاجة قوي أه... عايزة اقولها لكم في راجل بيغيب عني بالتلت والاربع ايام ويرجع يرجع لي اقوله لا دي مش طريقة واحنا كده مش مرتبطين واحنا كده مفيش امان في العلاقة ومش نافعين مع بعض مفيش مشكلة ان انا اقول ده للمرة الاولى لكن المشكلة ان انا كل مرة يغيب يومين وتلاتة واربعة وارجع انا اطلب نفس الطريقة ونفس الاسلوب ونفس كل حاجة تاني اللي ما بيهتمش بيكي ما تهتمش بيه اللي مش مستعد يكون معاكي ويستمر معاكي في علاقه جديه امشي وسيبيه في رجاله كتير قوي مش من قلتهم ال يعني الدنيا مليانه رجاله ودي مش هتكون اول ولا اخر علاقه في حياتك احنا بندخل العلاقات ونعمل تست يا اما نلاقي الشخص ده مناسب لينا يا لا فيش حد هيمشي على مزاجنا هو لو حس إنه هو بيحبك فهو بيحبك لو حس ان انت بيتعامل معاكي من الاول ان انت مراته فهيتعامل معاكي ان انت مراته، لو بيتعامل معاكي ان انت واحده كل يومين هيظهر لها وقت ما الشوق يهفه مش هتعرفي تغيري ده، بتحاربي في ايه؟ عماله تضيعي وقتك وطاقتك ومجهودك وفريهم للي بيحبك، هتقابليه ما تستعجليش زي ما قلنا ان الزوج المستقبل محتاج مجهود ورحله طويله بس يستاهل في الاخر عشان تعيشي بقيه عمرك مرتاحه، مش عيب ان انت تتعبي شويه. لكن العيب ان انت تخشي في علاقات مرهقه وتعمل لك اذى نفسي لما تيجي تقابلي الشخص الصح مش هتبقي مهيئه ان انت تدي له حاجه هتبقى طاقتك صفر طاقتك انتهت لان انت وظفتيها في المكان الغلط مع الشخص الغلط آه اخر نصيحه هقولها لكم ما تخشوش في علاقه مرهقه نفسيا وبتاذيكم نفسيا وعاطفيا وتكملوا فيها لان هي في الاخر هتعملك لك سكار هتعملك جرح هيفضل مكمل معاكي واثره ومش هيروح بسهوله شخص مش مكمل معايا بطريقه جديه امشي شخص مش عاجبني امشي شخص ما بيهتمش بيا امشي ادور على البدائل وزي ما قلنا الرجاله كتير وده مش هيبقى اخر راجل هتقابليه في حياتك بس انت لسه ما قابلتيش الراجل المناسب ليكي او نصك التاني زي ما دايما بنقول اللي هيكمل معاكي بقيه رساله الحياه استنوني في الحلقه الجايه من ضد الرجاله وما تنسوش اللايك والشير وتابعوني على المنصات اللي هتظهر عندكم تحت دلوقتي <applause>